معايا على الهاتف شخص عزيز نحترمه جميعا، الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير كابتن فكري، ومنورين الاستوديو. انا طلبت وانا عارف ان انا بكلمك في وقت متاخر، بس كان من الضروري اسمع رد حضرتك بما ان في كلام اتقال في حضرتك من الكابتن منى عطله الحكم الدولي، وقالت انها مظلومه منك، وقالت انه في بعض المجاملات بيحصل للتحكيم النسائي، وقالت ان هي مش بتاخد الفرصه في المناسبات الدوليه. فدي كل الامور اللي اتقالت من شويه، وكان من حق حضرتك انك ترد على هذه الامور. اولا انا مش هرد لسبب بسيط، لان انا رئيس لجنه الحكام، واولا هي ان هي تظهر في برنامج بدون اذن اللجنه، وده الشيء الغلط. واحنا بنحترم اللوائح ونحترم القوانين. وعاوز اقول حاجه يا كريم. اتفضل يا فندم. ان دايما في اجيال بتكلم اجيال. تمام؟ في حكام وقفنا معاهم كتير جدا. كتير جدا. هي وغيرها وللاسف هم ناس كتير جدا بينكروا ده. بالعكس احنا بنقف مع كل الناس، لان اي حد بيشرف مصر يا كريم لازم نقف معاه. صح. اي حد بيمثل مصر لازم نقف معاه. الناس بتنسى، مش هنرجع ابدا يا كريم زي العصور المظلمه، مش هنرجع ننهش في لحم بعض تاني. هيبقى في نظام قاسي جدا، واللي مش هيحترم التحكيم هيبقى خارج التحكيم. انا بتكلم بشكل عام، والله مش ما بقصدش حد معين. لازم اسس التحكيم دي يبقى في ضبط وربط شويه يا كريم. احنا شايفين في ناس الحقيقه يعني مش عارف، يعني ما بحبش اغلط في حد ولا بحب اسيء لاحد، ولكن في ناس بتسيء جدا لاسس التحكيم بشكل غير عادي. بتلاقي في على الفيسبوك وفي كل وسائل الميديا، يعني عاوزين احنا دلوقتي داخلين على 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 فتره يا كريم ان شاء الله تكون حاجه كويسه قوي، نعمل تطوير حقيقي للتحكيم المصري. انا من خلالك بقول لكل الناس، بمدي لهم ايدي، تعالوا من اللي خارج اللجنه واللي داخل اللجنه للتحكيم محتاج لكل الناس ان هي تطوروا. عاملين خطه طموحه جدا ان شاء الله، محتاجه ناس كتير جدا، مش اعضاء لجنه الحكام فقط او اللجان الفرعيه. عاوزين ننسى بقى الحاجات الوحشه اللي بتسيء لاسس التحكيم. طيور الظلام دول لازم يبعدوا بقى، ولازم وهيبعدوا بالقوانين وباللوائح يا كريم. انما الحقيقه مش لاقي حاجه اقولها، يعني عارف. بس حضرتك كابتن عصام قلت لي دلوقتي جمله مهمه جدا، انت قلت اجيال بتسلم اجيال. طيب بالزبط. انت حضرتك وانت بتلعب كنت كل ما بتزيد سنه، كل ما بتتقدم سنه خبراتك بتزيد، امكانياتك بتزيد، يعني اسمك كمان بيزيد، والبطولات اللي بتشارك فيها بتبقى افضل ممتاز. كمان من البطولات اللي قبل كده. ممتاز. فطبعا انت اكيد بتبقى محتاج الخبرات. اوكي اقول لك حاجه. اتفضل. حاجات ناس كتيره ما عرفهاش. انا بطلت تحكيم 43 سنه وكان قدامي سنتين. ليه؟ لان خلاص في وقت لازم تختاره عشان تقدر تبطل فيه. ورغم ان انا كنت ممكن اقعد السنتين دول واخد بطولات لكن خلاص لازم ندي الفرصه لناس ثانيه، ندي للشباب فرصه. الشباب ده هيطلع امتى؟ لما انت تاخد كل شيء ونقف معاك عشان تاخد كل شيء، عاوز ايه ثاني؟ ادي فرصه للاخرين يا كريم، ندي فرصه الناس اللي عاوزه تمد بعد السن. عشان ايه؟ وفي ناس وقفنا معاها يا كريم دي يا اخي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اقسم لك بالله في ناس وقفنا معاها وهي انصاف حكام. اقسم لك يا راجل، ده انا الدوري كان هيتلغي في سنه وناس وقفت معاها وهي اللي بتهاجمني، ومحدش في مصر وقف معاها غير عصام عبد الفتاح، لاني كنت رئيس اللجنه ولازم ادافع عن حكام. للاسف الناس بتنسى كل شيء. احنا مش عاوزين نبقى زي الجوارح، يعني ده اللي هو حرب الدهشوري يا كريم قال مقوله صعبه قوي على التحكيم. قال ان الحكام زي الجوارح بنشرح مع بعض. مش عاوزين ده، عاوزين بقى نبص لتطوير التحكيم، نحترم بعض. يبقى انما الناس دي لازم تبعد، الناس دي لا تستحق ان هي في يوم من الايام ارتدت لبس التحكيم. الناس اللي بتنهش في لبس التحكيم ده، صدقني الامور هتستقيم بشكل كبير. اي حد هيهين التحكيم بره التحكيم باللوائح والقوانين. مش 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 باكراه او بظلم او بنقول اي كلام وخلاص يا كريم. القصه صعبه قوي يا كريم.
عاوزين نطور بقى التحكيم، عاوزين نبقى اسره واحده واسره متحابه واسره كده متحده عشان الناس حتى تحترمنا. صدقني والله، والله انا بكلمك من قلبي يعني. طيب انا احنا مش بمناسبه الكلام من القلب، عشان انا اللي قلت الكلام ده وكان الكابتن منى معايا، كنت بسأل هو ليه العنصر النسائي مش موجود بحجم كبير جدا في المباريات في الكرة المصرية يا كابتن عصام؟ يعني حضرتك انا شفت معاك انت وانا شكرتك قبل كده على هذا الامر على الهوا هنا، لما قلت لك انه كويس قوي ان احنا دخلنا العنصر النسائي وياخدوا مباريات مهمة في الكرة المصرية سواء في كاس الرابطة او في كاس مصر، ليه مش موجودين بعدد اكبر في مباريات الدوري؟ ليه مش موجودين في روتيشن وحضرتك بتطلع كمان شباب صغير او شباب ما عندوش خبرات كبيرة في الدوري وبيلعبوا وبيأدوا؟ ليه ما يبقاش في عنصر نسائي بشكل اوسع؟ سؤال ممتاز، لان كان الاهتمام بالعنصر النسائي ما كانش كويس. ما كانش الاهتمام قوي، بخليك بكل امان دي نقطه. الاختيارات كمان العنصر النسائي كانت خطا 100%. بمعنى يعني كانوا بيدخلوهم التحكيم وممكن تبقى حكمه دخل التحكيم تبقى دولي مره واحده. يعني ما كانش ليهم نظام ان هم يتدرجوا في الدرجات، يعني احنا عندنا بيخش تحت الاختبار ثم درجه ثالثه ثم درجه ثانيه ثم درجه اولى، هنا بياخدوا خبرات. يعني انت لما تيجي تشوف ان الاهتمام كان قليل، تشوف حتى مستوى اللياقه البدنيه كان عندنا سيء جدا. كان معظم الحكام معظمهم بنسبه كبيره بيسقطوا في هذا الاختبار. الان الامور اتحسنت كتير يا كريم، الان في حكام عندنا حكموا في كاس الرابطه. يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي ان العنصر النسائي في التحكيم لسه ما وصلش للمرحله انه يحكم بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز؟ مش العدد الكبير يا كريم، عدد قليل، احنا عاوزين اللي انت بتقول عليه يبقى عندنا عدد كبير. طب العدد القليل، العدد القليل ده فين يا كابتن عصام من الدوري؟ ما احنا ادينا لهم في كاس الرابطه يا كريم. هنبدا نديهم ماتشات صعبه في الممتاز به، وبعد كده نديهم في الدوري الممتاز. لازم تتدرج. انا مثلا ماسك التحكيم من 4 شهور. تمام؟ صحيح. فلازم نطور. لازم نقف معاهم ونطور من ادائهم عشان لما تيجي تشوفهم بالشكل الصحيح. طيب ليه ما فيش حكام مصريات رشحوا لكاس العالم بطولات افريقيه زي ما بنشوف في المغرب وتونس وخلافه؟ بالعكس، مين قال كده؟ هي الكابتن منى قالت. قالت ايه؟ انا بسالك انا السؤال ده بعيد عنها عشان انت مش حابب ترد عليها، فانا بسالك انا السؤال. طبعا. ليه احنا عندنا حتى مساعده مرشحه كاس العالم. وعندنا شاهين ده ان شاء الله هتكون مرشحه كاس الامم الافريقيه وبتحكم في كل البطولات الافريقيه. مين قال ان احنا ما عندناش؟ ده انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. وشاهندة وزميلاتها حتى منى. طيب بتحكم ماتشات افريقيه. بمناسبه منى، كابتن منى، طيب انا عارف مش عايز اتقل عليك في الموضوع ده، بس هي لما قعدت تقول السي في بتاعها والخبرات الكبيره اللي عندها، انا ما اكدبش عليك وانا قاعد معاها تعاطفت مع فكره الخبرات الكبيره، وسالتها سؤال واضح. هو انت سالت الكابتن عصام عبد الفتاح واداكي سبب ان انت مش موجوده؟ قالت لي لا ما ادانيش سبب. فطبيعي انا قلت لها انا لو مديرك او انا رئيسك في العمل حتى لو شايفك مش مؤهله هقول لك السبب ايه هو. هل حضرتك قلت لها سبب؟ اكيد يا كريم. 100%. اولا كان في ترشيحات معينه هي كانت مش موافقه في اختبار لياقه بدنيه، وانا كنت شارك لجنه الحكام كمان. انا كنت خارج لجنه الحكام. فكنا لازم نرشح حد. فتم ترشيح حد تاني، لان التحكيم مش هيقف على حد يا كريم. لو وقف على جمال الغندور ومصطفى كامل محمود ولا اي حد، ما بيقفش على حد. لان دي اجيال، ولازم تيجي اجيال تانيه. ولازم نساعد الناس الصغيره مش نموتها يا كريم. صحيح. لازم الكبير يا كريم باخلاقه، الكبير هو اللي يساعد الصغير. هو ده. امال احنا بنقول ده رمز وده مثلا يعني، طب ازاي؟ ازاي احنا بنقول ان الناس، في بعض الناس في التحكيم دي رموز، الناس دي يعني بتجتهد بتحاول تنقل خبراتها للاخرين. نفس القصه بالنسبه للحكام الكبار. المفروض ده دورهم انهم يعملوا كده. حضرتك قلت لي هتدرج الحكام من العنصر النسائي في الدوري الممتاز بيه، وبعد كده لحد ما يوصلوا للدوري الممتاز. هل تتوقع ان احنا الموسم ده في الدوري الممتاز ممكن نشوف حكام من العنصر النسائي؟ ان شاء الله. ولا ممكن ده يبقى الموسم اللي جاي؟ لا، الموسم ده ان شاء الله. الموسم ده. كابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام للاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وده كان حق الرد للكابتن عصام عبد الفتاح بعد كلام الكابتن منى عطله الحكمه الدوليه المصريه اللي كانت
عندها كثير من التحفظات في التعامل معها من جانب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري الكابتن عصام عبد الفتاح.